Now, archaeologists have discovered ancient rock carvings at the city of Mosul's monumental Mashki Gate. إن الملك سليمان عليه السلام يجذب الكثير من الأذهان. كان سليمان حكيماً وملكاً يحكم منطقة كبيرة. بنى أروع معبد في أورشليم وكان أغنى الرجال على مر العصور. ولا يزال الحديث عن الملك سليمان عليه السلام حتى اليوم. واليوم تدور عدة شائعات حول عثور علماء الآثار على قبره، والذي ظل مخبأً لأكثر من 3000 عام. فما هي الكنوز والأدلة التي تم العثور عليها؟ انضموا إلينا بينما نستكشف هذا اللغز ونرى ما هي الأسرار التي يحملها قبر الملك سليمان عليه السلام. اكتشاف تاريخي. على مر العصور ظل العديد من العلماء يحاولون العثور على قبر الملك سليمان، وقد اعتقد البعض أن الأمر برمته مجرد خيال، إذ لم يتمكن أحد من العثور على القبر حتى الآن. وفي ذلك الوقت لم يكن باستطاعتها الحزم مما إذا كان هذا الموقع لسيدنا سليمان أم لا، لذلك تم التكتم على الأمر لحين آخر. ثم تقدمت الأحداث سريعا إلى عام 2009 عندما قررت الدكتورة مازارا تحفر حول البوابة مرة أخرى، ووجدت مجموعة من الأشياء القديمة جدا في كل الأماكن التي حفرت فيها هذه الأشياء، والتي كانت مثل كبسولة زمنية من زمن بعيد تعود إلى عهد الملك سليمان. ومع كل هذه الأدلة الجديدة، فقد ألقت مازار نظرة أخرى على مبنى البوابة، وأدركت أنه قد تم بناؤه على الأرجح في القرن 10 قبل الميلاد، أي عندما كان الملك سليمان حاكماً. والسؤال هنا، هل يجب أن نثق في النتائج التي توصلت إليها الدكتورة؟ تعد الدكتورة إيلات مازار عالمة تقليدية وصاحبة تفكير عميق مع احترام متجذر للنهج العلمي. كانت مقولتها المفضلة، يجب أن ندع الحجارة تتكلم، وهو ما يعبر تماماً عن نهجها في علم الآثار. كان الأمر كما لو أن القطع الأثرية نفسها تحمل المفتاح لفتح الماضي، وكانت مازار مصممة على الاستماع باهتمام. حتى خارج العالم الأكاديمي، كانت سمعتها ممتازة، فقد كتب عنها هيرشل شانكس وهو محام أمريكي معروف مقالاً مشيداً بها في عام 2007، ولم يتجرأ أحد على التشكيك في قدراتها كعالمة آثار، وغالباً ما وصفت بكونها خبيرة في علم الآثار التوراتية، وهو مصطلح يعكس بدقة نهجها الفريد في البحث. فعلى عكس العديد من زملائها الذين أبقوا معتقداتهم الدينية منفصلة عن عملهم، فإنها لا ترى أي تعارض بين الكتاب المقدس والبحث العلمي. في الواقع فهي تعتقد أن الاثنين يكملان بعضهما البعض، ويقدمان وجهات نظر مختلفة لكن ذات قيمة متساوية عن الماضي. هذا الموقف الانفتاحي كان أمراً مثيراً في مجال غالباً ما كان ينظر فيه إلى العلم والدين على أنهما قوتان متعارضتان. ومن بين الكنوز التي لا حصر لها التي تم اكتشافها في موقع التنقيب، تم اكتشاف أكثر من 30 قطعة أثرية. هذه الأختام الصغيرة المصنوعة من الطين والتي استخدمت في الماضي لإغلاق الوثائق، تحمل في طياتها تفاصيل مذهلة عن الأشخاص والأحداث التي وقعت في الماضي. وقد لفتت إحدى هذه الأختام مازار، مما أثار مستوى من الإثارة كان نادرا في علم الآثار الذي عادة ما يكون متحفظا. كان حماسها متناقضا بشكل صارخ مع الشكوك التي غالبا ما كانت تستقبل محاولات الجمع بين العلم والدين. فمن الواضح أن معرفة مازار العميقة بعلم الآثار كان لها دور فعال في تحقيق هذا الاكتشاف الرائد. وما جعل هذا الاكتشاف أكثر روعة هو أن الفريق لم يشرع في العثور على قبر سليمان، فقد كان هدفهم الأولي أكبر من ذلك بكثير، إذ كانوا يبحثون عن بقايا قصر الملك داوود أثناء الحفر في أقدم جزء من القدس. وهناك تم العثور على شيء مذهل حقاً، وهو عبارة عن جزء ضخم من جدار ضخم يمتد على مسافة 2110 قدم. كان هذا الهيكل الغامض محاطاً بالدسائس، فمن بناه؟ وما هو الغرض من بنائه؟ كان علماء الآثار حريصين على كشف الأسرار المخبأة بين أحجاره القديمة، فقد تضمن الجزء الذي تم اكتشافه بوابة وبرجاً في الزاوية وهيكلاً ملكياً.
واندهش علماء الآثار من حجم الجدار، وشكوا في أنه قد يكون جزءاً من مبنى أكبر مثل معبد أو قصر، وشعروا بسعادة غامرة لاحتمال أن يكون هذا الهيكل مرتبطاً بعهد الملك سليمان. وأشار التأريخ بالكربون المشع إلى أن الموقع يعود إلى الفترة التي حكم فيها سيدنا سليمان عليه السلام. وأشارت الدكتورة مازار إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على هيكل من تلك الحقبة التاريخية، والتي يمكن أن تتطابق مع أوصاف مباني الملك سليمان في القدس. لكن هل يمكن أن يكون هذا البناء قد بناه ملك آخر وليس سيدنا سليمان؟ ولماذا الدكتورة مازار متأكدة من أنه يعود للملك سليمان؟ فسرت الدكتورة مازار أنه لم يكن هناك الكثير من ملوك القرن العاشر الذين بإمكانهم بناء مثل هذا الهيكل، ففي الأساس لم يكن من الممكن أن يكون سوى داود أو سليمان. حسناً، فسرت الدكتورة مازار أنه لم يكن هناك الكثير من ملوك القرن العاشر الذين كان بإمكانهم بناء مثل هذا الهيكل، ففي الأساس لم يكن من الممكن أن يكون سوى داود أو سليمان. فوفقاً للكتاب المقدس، كان الملك داود المعروف بمعركته مع جليات والد الملك سليمان له الفضل في بناء الهيكل الأول للقدس على جبل الهيكل. صعد الخزف المكتشف بالقرب من الصور في تأريخ الهيكل إلى النصف الثاني من القرن العاشر قبل الميلاد، وهو عصر الملك سليمان. وبالقرب من البوابة عثر الباحثون على أواني فخارية كبيرة لتخزين المياه تحمل إحداها نقشاً بالعبرية يشير إلى أنها تعود لمسؤول حكومي رفيع المستوى. وشملت الاكتشافات الأخرى تماثيل نموذجية تعود للقرن العاشر قبل الميلاد في القدس، مثل حيوانات ذات أربعة أرجل وتماثيل نساء من المرجح أنها ترمز إلى الخصوبة. وعلاوة على ذلك، وجد علماء الآثار مقابض جرار عليها نقوش تشير إلى الملك وأسماء عبرية مختلفة، وهذا ما يجعل الاكتشاف أكثر روعة وأهمية. إن القيمة التاريخية والأثرية لهذه الاكتشافات لا يمكن المبالغة في تقديرها، حيث إنها توفر فهماً أعمق لتلك الفترة وشعبها. والهدف الأثري المتمثل في الكشف عن معبد سليمان يعد حلماً كبيراً لعلماء الآثار منذ زمن طويل، فالأمر أشبه بالبحث عن صندوق كنز أسطوري مليء بالتاريخ. ومؤخراً عثروا على اكتشاف رائع جداً، وهو قطعة من جدار قديم في منطقة الأوبال في القدس. هذه البقعة قديمة جداً، ويعتقد الكثيرون أنها المكان الذي كان فيه قصر الملك داود والد سليمان. هذا الاكتشاف الجديد هو بمثابة إضافة قطعة مفقودة إلى قصة المنطقة، فهو يجعل الحكايات عن الملك سليمان تبدو واقعية أكثر، لأن هذا الاكتشاف يرسم صورة له كملك قوي حكم مملكة كبيرة، تماماً كما ذكر في الكتب المقدسة. ويعتقد أن مدينة داوود التي سميت على اسم والد سليمان هي أقدم جزء في القدس، كما يعتقد آخرون أن هذا المكان هو الذي قام فيه الملك داوود بطرد اليوبوسيين الذين عاشوا هناك من قبل. فقد تم العثور على الكثير من الأشياء القديمة هنا، مما يعطينا نظرة خاطفة على الأيام الأولى للقدس. كما تعد مدينة داوود التي تسمى أيضاً طريق وادي التل موقعاً أثرياً مهماً حقاً، فهي بمثابة كتاب مفتوح على شكل القدس منذ آلاف السنين. هذا المكان مليء بالتاريخ، من الجدران القديمة جداً إلى المباني الحجرية الفاخرة. إنه أشبه بآلة الزمن التي تعود بنا إلى العصور البرونزية والحديدية. وأحد أروع الأشياء التي عثر عليها في مدينة داوود هو نفق صلوام، والذي يطلق عليه الناس أيضاً نفق حزقيال. إنها طريقة قديمة للغاية وذكية للغاية لجلب المياه إلى المدينة، ولن تصدقوا كم ذكاء سكان أورشليم في ذلك الوقت. فقد كنا نعتقد أن الملك حزقيا هو من بناه، لكن بعض الحفريات الجديدة تقول أنه قد يكون أقدم من ذلك. تم العثور على بركة من العصر الروماني في بركة صلوام، ومجموعة رائعة من السلالم. بإمكاننا اليوم زيارة كل هذه الأماكن المدهشة لأنها جزء من حديقة أسوار القدس الوطنية. لدينا شيء آخر لإخباركم به، لكن قبل ذلك لا تنسوا تسجيل إعجابكم بالحلقة والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. البحث عن المقابر الملكية. من الأشياء الأخرى التي تم العثور عليها في مبنى حجري ضخم
يعتقد البعض أنه قد يكون من بقايا قصر الملك داود. إذا كان هذا المبنى العملاق مرتبطاً حقاً بداود وسليمان، فهذا يدل على مدى أهمية مدينة داود في الماضي عندما كان ملكين. لقد كانت بمثابة مركز للسلطة وإدارة الأمور، رغم أن علماء الآثار قد حققوا بعض الاكتشافات المذهلة وعثروا على أشياء مهمة حقاً، إلا أن علماء الآثار السابقين وجدوا صعوبة في العثور على أي مقابر ملكية لسليمان أو الملوك من بعده. وهناك عدة أسباب وراء عدم العثور على مقابر الملوك القدامى، فربما كانت مدينة داود كبيرة جدا لدرجة أنهم لم يبحثوا في كل مكان حتى الآن، أو مع كل الحروب والأشياء الجامحة التي حدثت في القدس على مر السنين، ربما تكون المقابر قد دمرت أو تعرضت للتلف، ومن المحتمل أن تكون مدفونة تحت المباني الحديثة. لكن تلك التحديات لم تمنع علماء الآثار من البحث عن تلك المقابر الملكية، فهم يعلمون مدى أهمية العثور عليها لأنها ستخبرنا الكثير عن ملوك بني إسرائيل، وأن اكتشاف تلك المقابر من شأنه أن يعطينا نظرة خاطفة على كيفية إدارتهم للبلاد وكيف كانوا كشعب. وسيكون الأمر أشبه بالعثور على كنز دفين من المعلومات عن الحياة في الماضي. وبالرغم من أنهم لم يعثروا على المقابر بعد، إلا أنه لا تزال الأشياء التي عثروا عليها في مدينة داود مثيرة جدا. أسرار قبر سليمان عليه السلام. حير لغز قبر الملك سليمان المؤرخين وعلماء الآثار لعدة قرون، وقد تكهن البعض أن مثواه الأخير قد يكون تحت جبل الهيكل، وهو موقع ذو أهمية عميقة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء. وبالنسبة للمجتمع الإسلامي تعرف هذه المنطقة باسم الحرم الشريف، ولها أهمية دينية كبيرة لأنه يعتقد أنها المكان الذي عرج فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء خلال رحلة الإسراء والمعراج، وهو حدث تخلده قبة الصخرة الشهيرة. يتميز جبل الهيكل بتاريخ معقد ومضطرب، حيث كان لمجتمعات مختلفة من اليوبوسيين إلى البريطانيين اهتمام بهذه المنطقة الصغيرة والغنية تاريخياً. هذا ويواجه علماء الآثار الذين يعملون في الموقع تحدياً يتمثل في إجراء البحوث في مكان كان نقطة محورية للتوتر الديني والسياسي لآلاف السنين، وغالباً ما عارض الموقف الإسلامي عمليات التنقيب المكثفة في الموقع، حيث ينظر إليها على أن الحفريات لا تحترم حرمة المنطقة، في حين أن عدداً من الأوروبيين أجروا حفريات محدودة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بما في ذلك الجهود البريطانية خلال عمليات ترميم المسجد الأقصى. إلا أن التنقيب الشامل كان محدوداً، ولم يتم العثور على أي دليل قاطع بشأن قبر سليمان عليه السلام. وتشير النصوص والتقاليد القديمة إلى أن شخصيات مهمة ربما من بينها الملك سليمان قد تكون دفنت بالقرب من جبل الهيكل، باعتبار أن هيكل سليمان كان يقع هناك. بل وتشير بعض المصادر إلى وجود أنفاق وغرف مخفية تحت جبل الهيكل، مما أثار بعض التخيلات والنظريات. ومع ذلك فبدون استكشاف شامل ومحترم يبقى وجود مثل هذه المعالم مجرد تخمينات، ويستمر الاهتمام بالملك سليمان عليه السلام الذي اشتهر بحكمه وثروته في تغذية البحث عن موقع دفنه. وقد اكتشف علماء الآثار العديد من القطع الأثرية المهمة في جبل الهيكل، لكن قبر سليمان لا يزال بعيد المنال، كما تقترح بعض النظريات أن الملك سليمان قد يكون مدفوناً في جبل صهيون المرتبط تاريخياً بالملك داود. لكن الأدلة تشير إلى أن قبر داود موجود في مكان آخر في القدس، مما يلقي بظلال من الشك على هذه الفكرة. وتتراوح النظريات الأخرى بين دفن سليمان في إثيوبيا. وعلى الرغم من أن هذه الأفكار مثيرة للاهتمام، إلا أنها في معظمها تخمينية، ولا يزال لغز قبر سليمان عليه السلام دون حل. يواصل علماء الآثار استكشاف مواقع مختلفة، بما في ذلك كهف صديقيا، على أمل الكشف عن أدلة جديدة، وربما في يوم ما سيتم اكتشاف الموقع الحقيقي لقبر سليمان عليه السلام. أسرار مغارة زديكيا. في أسفل الأزقة الصاخبة والمزدحمة في شوارع مدينة القدس، يوجد عالم سري مليء بالغموض والقصص القديمة.
تخيل مكانا مخفيا في الظلام بجدران تهمس بحكايات العصور الماضية. هذا المكان هو زيديكيا، كما يسميه أهل الكهف أيضا محاجر سليمان. إنها حفرة ضخمة في الأرض مصنوعة من صخور الحجر الجيري، والتي تعتبر لغزا محيرا للأذكياء والمغامرين والرحال الفضوليين لمئات السنين. وتقول الأسطورة أن هذه المساحة العملاقة تحت الأرض التي تتسع لخمس مربعات سكنية في المدينة كانت مخبأ للملك صديقيا، وهو حاكم من يهود في القرن السادس قبل ميلاد المسيح. تقول الأسطورة أن الملك هرب للاختباء في الكهف عندما كان الجيش البابلي يحاول الاستيلاء على أورشليم. قيل إن الملك اختبأ في المغارة وركض عبر أنفاقها الملتوية نحو أريحا. وبينما كان صديقيا يتسلل في الظلام، حدث شيء مثير، إذ يقولون إنه تلقى غزالا يركض فوق الأرض ليقود الجنود الذين كانوا يطاردون الملك إلى مخرج الكهف في الوقت الذي خرج فيه صديقيا. هكذا تم إلقاء القبض عليه وجعلوه أعمى. هذه القصة المخيفة تجعل الكهف أكثر إثارة للاهتمام، لكن العلاقة مع الماسونيين هي التي تجعل الناس يتحدثون حقا، إذ يعتقد الماسونيون أن كهف صديقيا هو مكان خاص، وأنه المكان الذي كان يجتمع فيه فرسان الهيكل، ويعتقدون أن الكهف يحتوي على رموز وشفرات سرية تحمل المعرفة الخفية للجماعة. ولكن لا يوجد دليل حقيقي على هذه الفكرة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر، يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.